قيس الله يرحمه، يعني شخصية يعني لا بقول إنه مش لا توجد مثلها، يعني ممكن ينوجد بس نسبة ضئيلة. كان إنسان مسالم، بحب الخير، يعني بحب يساعد الجيران، بحب يساعد أي حدا بده مساعدة. كل سنوات الدراسة كان متفوق، كان يصلي حتى الفجر يروح يصلي في المسجد، ما حدش حدا اشتكى منه، مدرسينه كانوا يحبوه، كل الجيران كانوا يحبوه. يعني بالعادة أولادنا كانوا يروحوا من المدرسة يدرسوا ويضلوا في البيت، يعني ما كان يغيب عن البيت حتى إن نقول إنه ممكن عمل إشي. في 11/8 سنة 2000، ذكري 2001، نزلوا اسمه في الجريدة بعد ما اغتالوا جمال منصور وجمال سليم وصلاح دروزي، نزلوا اسمه في الجريدة. لما قرينا الجريدة هون عرفنا من الجريدة إنه في إشي. استشهد طبعا في طوباس، والكل بعرف انه اشتباك في طوباس. يعني ما هو فيش حدا بتأثرش بالشهر، يعني اللي بيقول لك بتأثرش بكذب الا اذا بيكون قلبه حجر.